نرجع محطاتنا وننتقل هلا لحتى نشوف شو في افلام موجوده حاليا بصالاتنا السينمائيه، ودائما برجع بذكركم الفيلم اللبناني دعموه بالصالات السينمائيه، ولسبب بدي ارجع اذكركم بفيلم خبصه المهضوم كثير اللي عم ينعرض حاليا مع مجموعه كبيره من الممثلين والاخراج لشادي حنا. خبصه بالصالات وافلام ثانيه بالسينما. بيك عم يظهر علي. She's devastated. حبيبتي مدمرة. ما الله رد من هلأ لشهر بيكونوا المصاري عندكم. حدا منا ضربك عيدك قالك افتح بالجميزة؟ اللي بعرفه كتير منيح انه انا ما رح اقدر انساه وما رح احب غيره، بس نفس الوقت ما في ضل ناطرته. ضمن افلام الاسبوع الفيلم اللبناني الكوميدي خبصة، عن علاقة بين حبيبين والمشاكل اليومية اللي بيواجهها اي ثنائي باطار كوميدي ورومانسي، مع رولا بقسماطي، جنيد زين الدين، عبودي ملاح وغيرهم. الكتابة مشتركة بين ملاح وشادي حنا اللي قام بإخراج الفيلم، والإنتاج لجودو فيلمز وتانيا نصر، والموسيقى التصويرية وأغنية الفيلم للفنان مايك ماسي. أنت أخذتوا هاي الصورة؟ أنت إلي، ما حدا غيري بيمسكك. ضهر مني، ضهر من حياتي، ضهر من روحي بقى، خلصنا. Half million children are currently in foster care. The county puts these on because they can match a lot of kids and parents quickly. Look at the big kids. Everybody's avoiding them. I'm gonna go and say hi. But they're teenagers, okay? They use drugs and they watch people playing video games on YouTube. We're not equipped for any of that. Hi! This is FYI, we can all hear you. والفيلم الكوميدي Instant Family عن ثنائي بيغرقوا لفوق راسهم وقت اللي بيبدوا برعاية ثلاثة أولاد. الفيلم مرتكز على وقائع عاشها مخرج وكاتب الفيلم شون أندرز، وبيجمع مارك وولبرغ، روز بيرن، أوكتافيا سبنسر، جون كيوساك وغيرهم. Hi, let me fix it, okay? Thanks, Daddy. I just got my first daddy. Oh, what the that suck! I want some of that. Hey, honey, can I help you with anything? No. Victor Drago, son of Ivan Drago, who infamously killed Apollo Creed, appeared today to issue a challenge to Adonis Creed. Don't do this. I ain't got a choice. That's the same thing your father said, and he died right here in my hands. والفيلم الدرامي كريد 2. بهالجزء بتابع الملاكم أدونيس كريد تدريبه تحت إدارة الملاكم الشهير روكي بالبوا وقت اللي بيكون عنده مباراة جديدة مع بطل جديد، مع مايكل بي جوردن، فيليسيا رشاد وسيلفستر ستالون. Round after round, you learn more about yourself. And when I stepped in that ring, it wasn't all about me. We have reached a very critical time in this war with the Japanese. Inspired by actual events. Children, we have to go. I don't expect any of you new trainees to get up there and take down every zero you've seen. Your Air Force is not well trained or equipped at all. You can't just send these kids up there to get shot down. وفيلم الأكشن The Bombing أو Air Strike. بتصير أحداث الفيلم خلال الحرب العالمية الثانية، وقت لخمس أشخاص صينيين عم بيحاربوا هجمات القوات الجوية اليابانية لحماية آلة عسكرية بالجونكينج، مع ييلو، بروس ويلس، أدريان برودي وغيرهم. Strike. My son has gone missing. Nicholas Sheff, S-H-E-F-F. There's no one by that name, sir. There are moments that I look at him, this kid that I raised, who I thought I knew inside and out, and I wonder who he is. وفيلم البيوغرافي Beautiful Boy المرتكز على مذكرات ديفيد وابنه نيك شيف اللي بتحكي عن التجارب الصعبة اللي عم بتعيشها عائلة عم بتحاول تتعايش مع مشاكل الإدمان على فترة طويلة.
مع ستيف كاريل وتيموتي شالامي. To fill this black hole in me. I still have a family. I want them to be proud of me. What you have, you're gonna find it again. You're gonna get it back. Do you know how much I love you? I love you more than everything. 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 رح نتابع محطاتنا وسارة صارت بانتظارنا وأيضا الأطباق كتير بلشت تجهز. خلينا نروح لعندها وما نتأخر. ورشد ملح. يلا الخضرة مثل ما قلت لكم بأول فقرة، حطينا البصل بشوية زبدة وزيت، حطينا أوريغانو سوري روزماري اكليل الجبل، هيدي هلا انا زدتها لانه بالوصفه في بتحطوا زعتر اخضر وزعتر مجفف على طول. الخضره اليابسه بتعطي نكهه وهيك اريال بو غير الاعشاب الطازه. ورجعت حطيت الجزر لانه اقسى شيء اذا بدكم بالتدريج، بس كلهم عم نشتغلهم على نار شوي عاليه يعني وسط العالي لانه ما بدنا الخضره تنزل مي، ما بدنا الميكستشر يلي عم نحضره يكون فيه مي. رجعنا حطينا الكوسه وحطيت كمان نسيت لكم في هيدي الكرات، الكرات فيكم تحطوه يا مع البصل يا بتحطوه مع الكوسه ما بيأثر، بنقصهم سيركلات رفيعه وبنزيدهم على الهيدا. هلا هون عندي عجينه خالصة، هاي أنا بسميها نعمة. هلا كتير حلو واحد يحضر العجينة، كمان ما بدها يعني هالشغل كتير، بس يعني وقتها بيكون عنا مناسبة وعنا أوريدي عم نحضر غير إشياء وبدنا هيك بلايات تكون تريحنا شوي وتبيض الوجه بنفس الوقت. التارت أنا بلاقيها واحدة من هول البلايات. هيدي المارك يعني اللي انا جايبتها هلا مش رح نسمي، بس انه اذا بتلاقوا منها في منهم بيجوا فروزن مجلدين بدكم تحطوهم قبل بنهار بالبراد، وفي منهم بيجوا مثل هاي مبرده بس مش مثلجه وبيجي معها ورقه. شو حلو يعني بتفتحوها بتمدوها وهيدي هي. رح شكها شوي بالشوكه لحتى خليها تتنفس ايفن شوي من نوصل على الطرف. اوكي في انواع تارت مثلا بنفوتها على الفرن بننشف العجينه قبل ما نحط الانجريدينتس الباقيين. هيدي هلا بدنا نحطها مثل ما هي، بس رح احط اول شيء شويه بارميزان هيك لحتى نكه الباز. حط شويه بارميزان. اوكي رح احط شوية اكليل الجبل، حافره من على السريع. بدي صغرهم لانه ما بدي يطلعوا هيك بايتس يعطوا كتير، بس بينكهوا وفلا. هلا صار في حط الخضره، ما بخبركم الريحه وعن جد ما بعرف اذا خمس دقائق ولا دقيقه زياده ولا دقيقه بالناقص ما بعرف، بس انه هيدا الافرج تقريبا الوقت. هلا فينا ندلقهم نرجع نصفهم يعني نظبط لهم شوي الديسبلاي تبعهم. قلت لكم في عندي شوية كوسة رفيع برشتهم مش بالسكين، برشتهم برش. هلا بيبقى بدي احط على وجه البارميزان اللي باقي وحط الايمانتال وحطها بالفرن، بس انا بحب وزع لحتى يكونوا الالوان. اوكي في شغله بس بعد على الشامبينيون، نحن استعملنا شامبينيون ابيض وانا جبت اثنين شامبينيون بورتوبيلو، هيك بحس بين الطعم والتكستشر وحتى اللون يعني اذا بدكم يعني البورتوبيلو هي اللي عاطي اللون الغامق لهيدا الميكستشر. هلا انا هيك شوي رح اتسلى
لأنه نرفع بينبرموا معي. هيدا الشيء عن جد it's up to you، انتو كيف بتحبوا تحطوهم. مش عم بتفنن عن جد، بس عم بحطهم هيك كيف، بس بيعطوا غير، يعني بيكونوا نفرين لونهم، رح يكون غير الكوسة يلي نحطوا تحت. و فوالا في يلف هون بالنص. فوالا زهرة صغيرة. هلا أنا مش كتير ستيلي صراحة، هيدا التزيين ال يعني ال بحب ال يعني بحب رتب، بحب الديسبلاي تبع الأكل ال كيف يطلع البلا بالآخر هيك يكون حلو، بس ما بحب كتير الصفصفة والزينة. بس هي هلا تاتش صغيرة. فوالا، وهلا عم نحط البارميزان. اوكي انف، وراح احط هلا الايمانتال. كمان انواع الجبنه فيكم تختاروها انتم شو بتحبوا. هلا انا بحس الايمانتال والبارميزان ميلانج طيب وقت يدوب. فيكم تحطوا موتزاريلا، موتزاريلا فريش طازه بتطلع كمان طيبه مع الخضره. شو فيكم تحطوا كمان بعد؟ فتة بتطلع طيبة مع الخضرة والأعشاب، الزعتر الأوريغانو والزعتر الفريش اللي حطيناه بيطلع كمان طيب. أوكي؟ وهيدي هي حندعمها جبنة. راح فوتها على الفرن على حرارة 180 درجة. بدنا بس نشيك على البات انه تكون احمرت وصارت جولدن براون على الطرف، بتكون استوت. ما بدنا نحرقها اكيد، خلوا عينكم عليا. بنروح هلا لعند غيدة. اكيد خلي عينك عليها، نحن ناطرينها بالاخر لحتى نذوقها وناكلها، واكيد كل المشاهدين بانتظار بقية التحضير من هلا ولغاية الساعة 1. بعد دقائق رح نكون مع ضيفتنا بحلقة جديدة من الحلو بلبنان، خليكن معنا.